هذا وقد تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، رفع فيها معاليه إلى جلالة الملك المفدى أسماء آيات التهاني والتبريكات لمناسبة منح جلالته وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى من قبل فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تقديرا لجهود جلالته في دفع مسيرة التعاون وتعزيز المصالح المشتركة ورؤية جلالته القيادية الحكيمة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، ضارعا إلى الله العلي القدير أن يديم على جلالة الملك المفدى نعمة الصحة والسعادة وطول العمر لتحقيق مزيد من الرخاء والرفعة والازدهار لوطننا الغالي في ظل قيادة جلالته الحكيمة.